بهذه المشاريع فيها ثلاث مواد أولية اللي راح تساهم في رفع نسبة الإدماج لصناعة الأدوية في الجزائر، الأنسولين وبعض الأدوية. ننطلق إن شاء الله عن قريب في الإنجاز في هذه المصانع من طرف مجمع صيدال، وإن شاء الله نعطي وعد لبعضنا من هنا 18 شهر تكون لي برومي كريستو دانسولين يخرجوا من المصنع.